الارض طبعا بتنحرت حرت ماشي، بنحرت وا سكه واثنين، السكه ب 130 جنيه او 150 جنيه ماشي. هذا الفدان بياخذ 260، وبعد كده بتزحف سكه ثانيه 130 برضه ماشي، بعد 390 جنيه. بعد كده الري بقى طبعا عندك السولار غالي، يعني اسعار السولار مرتفعه. سفاحة السولار ب 135 جنيه، بتروي الفدانة ريتين ثلاثة ماشي. وفي بقى ايه بعد كده في الحصاد، الفدان بياخد له بتاع 1000 جنيه ضم، وبعد كده في الدراس الفدان بياخد له حوالي من 2500 ثلاثة دراس. لساعة الجرار ب 200، وانفار معاه 5 6 انفار، الساعة ب 50 جنيه النفر بيتكلم ماشي. والمحصول السنة كان ضعيف، المحصول يعني ما كانش عالي. ايه سبب ان ضعف المحصول السنة؟ الحالة الجوية في ما كانتش مساعدة، بالنسبة للمطر كان كتير والهواء أثر برد على المحصول ماشي. أحسن فأحسن محصول ما جايب 15 أرداب بالفدان عندي، وفي فدادين عاملة 5 أراديب و 6 أراديب و 10 أراديب مش كل. الاسعار السنه دي كويسه ولا؟ هي الاسعار معقوله، بس مع ايه قله المحصول ما اديتش الغرض من الجامع، ما عملتش مع الفلاح تغطي مصروفه حتى. طب هل في احتياجات احتجتوها السنه دي في زراعه القمح بس ما توفرتش؟ اهم حاجه الدوله توفر لنا الاسمده. الاسمده هي المشكله بتاعتنا اللي تقدر عليه الدوله، او تدعم لنا القمح شويه. طب الاسمده كانت السنه دي متوفره في الزراعه؟ هي في الجمعيات الزراعيه مش متوفره، الفدان بياخد 3 شكايه. فاحنا بنشتري ثاني كمان 3 شكايه من الفدان، بنحط 6 شكايه للفدان. ما بتغطيش الاسمده اللي بتدينا. طيب بعد كده بقى هيبقى زراعه ايه؟ ان شاء الله الرز. في حاجه تانية غير الرز ممكن؟ في ذره، وفي ذرة ورز وبس اللي بنزرعه هنا عندنا، وبطيخ اللي. ايه افضل حاجة ممكن تنزرع بعد القمح؟ هو الارض. الرز. ليه بقى؟ ان الارض طبعا بتبقى عايزة زراعة رز، عشان الارض بتبقى مثلا حامية وبتاع، والصيف بأثر على المحاصيل التانية، على الخضار والبطيخ. طب هتحتاجوا ايه من الدولة في زراعة الرز؟ زود لنا الأسمدة. أما هي المشكلة بتاعتنا الأسمدة. الأسمدة.